ناطره حدا غيري؟ شو بدك؟ والله جيب لك هالبقره اللي بعت لك اياها الاستاذ سعيد، وفي كم فرخه دجاج بعد واصلين مع الشغيل. بيي وين؟ هلا يا بلد سافر. بدي اشوفه للاستاذ جهاد. مين قالك انه الاستاذ بده يشوفك او يحكي معك؟ انت قولي له يا بنتي. بترجيك ما قالي غيرك، ولي انا ما بعرف وين هو بيك. هيديك المره وقتها كنت سكرانه قلتي لي انك بتعرفي اشي عن بيي. انت قلتيها وقتها كنت سكرانه. بعود عن حفيدتي. ليش؟ اما الله يرحمها حبت واحد غني مثلك دمرها وماتت. بيعطينا مصرياتي وخلينا فل. ان شاء الله ان شاء الله سنة الجاي. وفي انطر سنة الجاي. شو بعمل لك؟ ما في مين يشتري. لان الهيئة انا رح اتجوز باسرع وقت ممكن. هالقد بتحبها؟ اكثر من ما بتتصوري. انا جيت شوف جهاد. من الافضل ما تزعجي لجهاد بهالفترة. ليش؟ مريض؟ صار له شيء؟ لا، جهاد مشغول بخطبته. بشتاق اشوفك واحكي معك بس ترتاح. اذا هذا الشيء مزبوط كيف بدك تتجوز وحده غيري؟ تجوزك انت. جيت معك هالمشوار. مين كان بده يساعدني بالغراض؟ دبر راسك. منيح اللي اخذتهم كلهم، اعطانا مصاري كمان. ايه
كتر خير الله، بس ما دفع، يا ريت دفع زيادة حنتوتة. شكر يا الله يا مرأة، بكفونا شهر كامل. نشكر الله. بعدين طلب منا شغل زيادة وأنا مبسوط لأنه هيك بجيب لها لأمر كل شي بدها إياه، ما بتعود تعوز شي. ما تبلش تبعزي، خلي قرشك الأبيض ليومك الأسود حبيبي. اليوم في مصاري بكرة ما في. لا بوجودك كل شي بترتب. ايه مشي مشي. بعد عندك هالقصبة بدك فيها. اسمع انت. طيب وليش بيك قال لي انه بدك تتجوز وحده غنيه ومعلمه و... لانه ما قلت له مي بدي اتجوز. تريكا مفاجاه. مفاجاه؟ هلا وقت مفاجاتك؟ اكيد مش رح يتقبلوني. جهاد عيلتك مفكرين انك رح تتجوز وحده من مستواك. هيدي حياتي وانا حر فيها. شو ما جاوبتيني، تتجوزيني او لا؟ جهاد رسمي مش عم صدق. صدقتي؟ يعني بتقبلي؟ ما بعرف شو عملت فيه. عم بشتاق لك، عم بشتاق شوفك واحكي معك بس ترتاح. شو شايف انه قمر ما عم تتصيد اليوم؟ شو بدك فيها؟ والله إلي بالعادي كل يوم الصبح امرق من هون شوفها عم تتصيد، والله بطلتوا بحاجة. شو أصلك ها؟ شو أصلك؟ قصدي إنه قمر حلتلكم مسألة الفقر والجوع كلها، ما هيك؟ بتحكي عن البقرة؟ عن البقرة وعن الأكل، وقريباً رح تصير تجيب لكم مصاري كمان. ما عم بفهم شو عم بتحكي. ليك عمي، ما يكون قلبك كتير طيب؟ قمر حلوة وبسيطة، وحيالله شاب بيقدر يضحك عليها بشوية مصاري وشوية أكل. خلاص أولا أمر أشرف من كل عائلتك. إيه أنت مفكر إنه الباك عم يعمل هيدا كله ببلاش؟ عمي انتبه على حفيدتك يا عمي فوزي، أنا بس حبيت قلك وفتح لك عيونك على الحقيقة. سلام. حقير واطي بلا أخلاق، روح من وشي. ألو، بونجور، الحكيم موجود؟ معك ست ريموند الرئيس. بدي أسأله بس كرمال الفحوصات اللي عملتها امبارح. شو؟ ألو، بونجور حكيم، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. إيه طمنا. إيه؟ لو شو جايبك لهون؟ شو جاي تعملي عندي؟ جاي توجعني راسي بديك. ما بدي هيك. فوزي شو فيه؟ لقيته بيوسف على الطريق، شو قال لك؟ شو قال لي؟ عم بيقول لي انه بنتي باعت حالها لجهاد هذا كرمال شوية مساعدات، وهذا الشيء مش مزبوط، مش مزبوط أبدا. طبعا مش مزبوط، بس صدقوا فوزي. عم بيجربوا شوهولها، سمعتها لبنتي هيدي اللي ربيتها بدموع عيني، وأنا ما برضى بهالشيء أبدا، ما ممكن أرضى. ما ممكن. طول بالك.
خير ان شاء الله. شوفي بعدتي تقولي لي اترك كل الشغل وارجع على البيت بسرعه، شوفي خوفتيني. حكيت الحكيم. ايه ايه شو ايه شو قالك الحكيم؟ قولي ما توتريني. قال لي انه حبله. ريموندا اتركي كل شيء من ايدك ومشي معي على المزرعه. ليش؟ شو في يا زلمه؟ شو بك؟ وضلك معصب، روق شوي. كيف بدي روق والناس عم تحكي عن بنتي؟ شو عم يحكوا؟ مين عم يحكي عن بنتي؟ عم بيقولوا انه باعت حالها لابن الرئيس كرمال شويه اكل والبقره اللي بعث لنا اياها. انا ما برضى اسمع هيك كلام، لو بدي موت من الجوع. وانا كمان ما برضى. روق فوزي، الامور ما بتنحل بهالطريقه. مين عم يحكي عني هيك جدي؟ قل لي مين؟ لحتى اروح اقر عيونه. مين عم يحكي عني؟ مش مهم مين عم يحكي عني، المهم انا سمعت بدينتي. انت صدقتهم؟ اكيد لا يا بنتي، انت اشرف منهم كلهم. بس هيدا حكي الناس، ما بريد حدا يشك فيك قد شك. الله خليك جد، الله خليك ما تبكي. انا عم ببكي من القهر يا بنتي. المهم ان ضميرك مرتاح يا فوزي. معه حق الابونا، الناس بيحكوا كثير وبيلتوا، ما ترجع ليهم. انا ما حارتاح الا ما رد هالبقره على المزرعه. قرارك صح وانا معك. اذا هالشي بيريحك ليش لا؟ الله بيرزق. لا لا لا، ما فينا نردها للبقره. ليش بقى؟ هيدي اهانه لجهاد. اهانه لجهاد او لابو جهاد، انا ما بيهمني، بيهمني حكي الناس. ما حدا يحكي عليكي، بعدين انت اسمعي، ما بتحطي اجرك بالمزرعه ولا بتحكي مع جهاد، بكفيني من هالعيله هاي. بدك ترد البقرة ردها، أنا ما في أمنع، بس ما فيك تمنعني أحكي مع جهاد. غصبا عنك ما بدك تحكي معه، أنت بعدك متجاهلة وما بتفهمي. ما في شي غصبا عني. هل هذا الشي مأثر فيك يا بنتي؟ تعصي أوامر جدك كرماله؟ أبونا أنا بحبه لجهاد، جهاد إنسان منيح وآدمي، ونحن أصلا ما عم نعمل شي غلط، نحن بدنا أنا بحاجة له. نحن مش بحاجة له. لك أنا قصدي على الأكل والشرب جدي، أنا بحاجة له كصديق يكون حدي. ستي اسمعيني منيح، جهاد منه صديق، أنت عم تتعلقي فيه زيادة عن اللزوم، وهو لا بيحبك ولا حتى عم بيفكر فيك. مش مزبوط، هو قال لي وعدني أنه شو؟ أنه مش رح يأذيني، رح يضل حدي. بكره بتشوفه. جهاد عم يشفق عليكي، ما بيحبك ولا مغروم فيك مثل ما انت مغرومه فيه. اسمعي كلمه جدك يا عمر، هو بده مصلحتك. لو بده مصلحتي كان بخليني اكون مبسوطه. هلا ما بتكوني مبسوطه الا مع جهاد؟ ايه من وقت ما تعرفت على جدي وانا صرت احب حالي، صرت مبسوطه، صرت نام مبسوطة، أم مبسوطة، كل شي صار حلو. بس نحن خوفانين عليك يا بنتي. ستة ما بقى تخافوا علي، أنا بعرف حافظ على حالي كثير منيح. والله والله وكبرت البنوت صار قلبي بيضاء. مبسوط؟ مبسوط كثير، مبسوط كثير ريمون، مبسوط مبسوط. رح يصير عنا ولد سعيد، ولد تاني يحمل اسمك كمان. بس هيدا إذا ترك له شي جهاد. لا ريمون، حصة جهاد إله، وحصتي أنا لابننا، أنت وأنا اللي ناطرينه، وصار عندي دافع كبير حتى حافظ على المزرعة أكثر. نايفه
جيبي لي هالعصاية من جوا. روق يا زلمي روق، حشتعصب جدي. جهاد ما خصه بالرواق، كل شيء بينحل. بدي أعلمه كيف يضحك على بنات الناس ويستغلهم. جهاد ما تضحك علي. انت اسكتي، فوتي لجوا. خير ان شاء الله. شوفي وكمان عليك عين تسأل. ما عم بفهم. جهاد ما في شيء، انتفل. لا في شيء كتير. روق يا فوزي، يا ابني فوزي معصب لأنه العالم عم تحكي على قمر. أي عالم؟ شو عم بيحكوا؟ يا مسكين أنت، كل العالم عم بتقول إنك عم بتخلي قمر تحبك حتى تستغلها وتاخد كل شيء بدك إياه منها، بعدين تكبك مثل شيء معفن. أكيد مستحيل تصدق هالشيء عمي. أنت تنكر إنه بتعجبك قمر؟ أنا ما قلت له شيء مثل ما أنت طلبت مني. كمان في شيء أسرار مخباية؟ خليني أوضح لك كل شيء. شو بدك توضح؟ ما واضح إنك بلا أخلاق. فوزي خلي الصبي يحكي. اسمع وبعدين احكم. شو بدي احكم؟ شو بدي اسمع؟ شو بده يبرر تيبرر؟ بدولهم انا بحبها لقمر. بتحبها مثل شي صديقه لألك يعني؟ لا فعلا بحبها، بدي اتجوزها. هذا اللي طلبته منها ما تخبركم اياه قبل ما انا اجي. وهلا جاي اطلب ايدها منكم. ماني مرتاح، ما بعرف ليش ماني مرتاح. يعني شاب مثلك صاحب عز وجاه يتزوج بنت فقيرة مثل قمر. شو بيمنع؟ يا عم أنا برمت الدنيا، شفت بنات كتير ما اقتنعت ولا واحدة مني. بس عم نبش على بنت عاقلة ودمية. ممكن تلاقي واحدة هيك من مستواك. نحن عائلتنا ما بتناسب عائلتكم. وفرضا تزوجتوا، وين بدكم تعيشوا؟ ببيت أبوك؟ طبعا. يا ابني رأيي ما تتسرع بالقرار، ما لك زمان بتعرفها، يمكن تندم بعدين. أبونا أنا بعرف العالم بيقولوا عني أني بلا مسؤولية، بس بوعدكم من أول نهار شفتها لقمر تغيرت. صار كل همي معلق فيها، كيف بدي ساعدها، كيف بدي أهتم فيها. حتى أنه كنت مقرر سافر غيرت رأيي كرمالها. شو حلو هالحكي، ترجيك يا ابني ما تأذي يا القمر. قمر يتيمي وعشت معزبي من يوم اللي خليت. ما تعطي الهم يا ستي، قمر رح تكون أسعد إنسان على وجه الأرض. شر داخلكم؟ وين جانين؟ بس لها زمان مش شايفها، بها شي؟ لا ابدا، نزلت شوف خالتها بس اليوم جاية. انت وين كنت كل النهار؟ بتعرف بي بقضي كل هالوقت مع عروستي تنحضر للعرس. والله؟ ما سألكم شو صار بالفحوصات؟ خبرية حلوة كتير. لا تكون حبلة. مزبوط، حذرت. خبرك طب بسيط، بده يصير عندك خي صغير يا جهاد. خي؟ شو حلو. طب نحن خبرني خبرية حلوة وانت ما عندك شي تقوله؟ بخصوص عروستي؟ طبعا يا ابني، حابين كتير نعرف من هي. طالما انتو كتير بدكم تعرفوا تريحكم رح خبركم. خلصنا، مين هي؟ شو اسمها؟ انتو حزروا بالاول. قلت لنا انت انه بنت عائلي ضايعه ومحصرنا. قمر رح اتجوز قمر الشحاده مثل ما انتم بتسموها. شو؟ اكيد عم تمزح جهاد. مش عم بمزح ابدا. شو جنيت؟ روقي روقي كيف بدك يعني روق سعيد؟ مش سامع ابنك شو عم بيقول؟
أكيد أكيد عم بيمزح. مش عم بمزح أبدا ولا عم بتسائل، عم بحكي بكل جدية وبكامل وعي. رح أتجوز قمر الشحادة اليوم بالزيت. رحت على الكوخ وطلبت إيدها من ستة وجدة. كيف بدك ياني روق؟ جهاد عم بيلعب بأعصابنا. من عقلك رح ينفذ اللي قاله؟ لا، أنا رح بحكي معه، بس أنت روقي وما تنفعلي. ما تضحك علي يا بي، أنا اللي عم بحكيه كتير جدي. وإذا مش مصدقين ننزلوا السبت حضروا الإكليل. نحن مش على استعداد أبداً نحضر هيك عرس. ما راحتكم، أنا أصلاً مش جبركم تروحوا، مع أنه وجودكم كتير مرحب فيه. وين بدك تعيش انت وهاللي اختارته هالجاهلي؟ اول شيء انت وياها اثنيناتكم من هون ورايح بدكم تحترموها، لانها رح تصير مرتي. ما بسمع لحدا يحكيها باي طريقه مش لايقه. ثانياً، نص هالقصر ملكي أنا، أنتوا فيكن تحتفظوا بالنص الثاني المرهون. عم بتثير أعصابي جهاد. شو بقى بدك مني بيي؟ شو بقى بدك أكتر من هيك؟ مش أنت قلت لي اقعد هون جهاد، استقر، تجوز، تحو عم بعمل مثل ما أنت ومرتك بدكم. صحيح أنا قلت لك هيك، بس قلت لك هيك مش حتى تبلينا بوحدة مثلك. نرجع لأول شيء، برجع كرر، من هون ورايح تحترمها لأنها رح تصير مرتي. روق حياتي، روق. جهاد مبسوط باستفزازنا، ما تخلي عكر أجمل يوم بحياتنا. خي تاني ايه؟ لك هلا كل هالخبريات صارت بغيابي؟ شو قولك؟ معقول يكون جد باللي عم بيقوله؟ مستحيل. وحدة وسخة وشحادة، كيف بده يحبها؟ لك مش قصة يحبها، بعرف إنه مستحيل يحبها، بس عم يعمل هيك لينتقم مني ومن بيو. لك بينسى حياته لحتى ينتقم؟ يا صديقتي ليه؟ هو شو فرقاني معه؟ ما إنه مش سألين عن شي؟ أكيد لا، ما بيعملها. عم بقلكن هيك لحتى يعصبكن. بعدين أنت شو بكي؟ لك لازم تنتبهي على اللي ببطنك. وأكيد أنا العرابة، ما هيك؟ هذا الصندوق يا أمهر في أوراق مهمة كتير ضرورية لزواجي. في وثيقة ولادة إلك وإخراج قائد فردي. رح عوزهم كله لزواج؟ نعم. شو هالوراق جدي؟ هون مكاتيب قديمة. لمين؟ لبيك. كان يبعتهم لأمي؟ لا، كان يبعتهم لألي ولستك. ليش ما قلتولي؟ أبونا أنا جيت أسألك بخصوص وراق الزواج. العرس رح يكون السبت. مش بكير يا ابني، ما في شي رح يمنعنا، كل شي جاهز.
بس الوقت كان كتير قليل، ما لحقتوا تتعرفوا على بعض. أنا امبارح ما حبيت اتدخل حتى مزيدة على قلب نايف وفوزي. أبونا أنا مش عم بضحك عليها وناوي أتجوزها. الغريب إنه هالقرار كان كتير مفاجئ. تقينا من كم يوم ما خبرتني شي عن الموضوع. مزبوط، بصراحة أنا كنت عم فاكر بهالشي من قبل، بس ما كان بدي أقول شي قبل ما أحكي أنا وعائلتي. أهلك موافقين؟ لا مش طبيعي، بس بعد ما يتعرفوا على أمر أكيد رح يحبوها كتير. بس ما صار فيه. يعني رح يجوا على العرس؟ ما بعرف أبونا، ما بعرف شي، ما حدا قال لي شي. إذا بدهم يجوا أهلا وسهلا، وإذا لا حرين. الله يوفقكم وهنيكم يا ابني. بالنسبة للأوراق رح أعيد لك إياهم على ورقة. جدي شو مكتوب هالكاتب؟ كان يطمن فيهن عليك. واخر مكتوب قال انه مسافر ومش عارف امتين بيرجع. انا مبسوطة على القليل صار عندي عنوانه. هيدا اذا كان بعده بنفس العنوان. اكيد رح نلاقيه الا ما حدا يعرف شي. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. الحمد لله ثلاث ارباع المحصول انباع والتجار سددوا حساباتهم، يبقى في محصول الحليب. تاجر وعدنا انه بهيدي الجمعه رح يستلم ويسلم يا بيك. الحمد لله الامور على تحسن الى الافضل. ايه يا بيك اكيد رح تتحسن طول ما في حدا عم بيلاحق الامور ويهتم فيها. الارض كل ما بتعطيها بتعطيك يا بيك. معك حق يا يوسف، انا بعد شوي طالع على البيت اذا جت شيء اتصل فيه. بامرك يا بيك. سلام. مع السلامة. أكد لك الأبونا؟ نعم، خواجة جهاد كان عنده وقال له إنه هيدا السبت رح يتكلله. قالك مين العروس؟ قمر الشحادي يا ست. الله يخده ويخدها على هالخبرية. روقي روقي ما تعصبي، أنا رح أعمل لك كبيت حليب تتروقي أعصابك. أهلا حياتي. كيفك اليوم؟ كيف بدي أكون سعيد بعد هالمصيبة اللي نحن فيها؟ إن شاء الله خبرية بتكون صحيحة. ما المشكلة إنها صحيحة حياتي. بعد سليمة عند الأبونا تتأكد منه، قال للأبونا إنه ابنك رح يتجوز من هيدي الشحادة اللي مرتي سبت اللي جاية. شو هالمصيبة؟ شو هالمصيبة؟ بدو خرق لي راسي بالوحل. تصرف سعيد، عمول شي. شو بدي أعمل؟ بضربه؟ بقتله؟ شو في يعمل؟ ما بعرف، عمول أي طريقة، خلصني من الموضوع، ما بدي أتجرس بالضيعة. أنا اللي بعرف أتصرف. لوين رايح؟ لبن نرجع بتعرف. أمار أمي ستي، أمي أمي كل ليلة تلقمي، صار لك من عشية ولا أكل. ما بدي. ولك يقطع الغرام ساعته. ليش في أحلى من الغرام ستي؟ في أنتي أمي. مرحبا يا جماعة. عم تصدق انه استاذ جهاد ممكن يعمل هيك؟ بين كل البنات اللي عرفهم ما لقيناي غير هاي. ليكي سليمه، اوعى تخدميها او تساعديها بشي. فشرت. انا اخدم وحدي اقل مستوى مني وحياتك ستنا لخليها تخدمنا كلنا بالبيت. اذا ما بمسح فيها الارض ما بيكون اسمي ريموندا. بكره بتشوفي. يا
أنا جيت لهون لحكي معك يا فوزي. توقعت تجي أنت تزورني وتوقف على رأيي. أي أساس؟ على أساس أنه ابني مستحيل ينغرم بحفيدتك هاي. ليش لا عمو؟ ليش لا عمو؟ لأنه في فرق كبير بينك وبينه. بس هو اللي عرض علي الزواج، أنا ما طلبت منه. ما تسألتي ليه وبهالسرعة؟ لأنه بحبنا. لأنه ملتقى ببنت بريئة وطيبة وإدمية مثلها بين كل البنات اللي تعرف عليهم. ابني ما بيتحمل مسؤولية وما بيعرف يتصرف مع حدا، هيك عايش بالحياة، طايش ضايع، بيتنقل من مرة لتاني. بقى بنصحك يمكن يكون عم بيضحك عليك. لو كان عم بيضحك علي كان عمل اللي بده اياه، مش اضطر انه يتزوجها. مزبوط، جهاد شاب ادمي ومهذب. هاي مكافأتك الي بعد هالسنين والمساعدات يا فوزي. يا بيك انا ما فيني امنع هيدا الحب. حضرتك منعه، منع ابنك. انا على خلاف مع ابني، عشان هيك عم ينتقم مني بهالطريقه. هو اجى لعنا بنفسه وطلب ايده، وهي وافقت وبتحبه، بقى نحن ما فينا نوقف بوجه هالزواج. فوزي انا مستعد ادفع لك مبلغ كبير من المال عشرة، تنتقل انت وحفيدتك على ضيعه بعيده كتير من هون وتعيش بامن وسلام وببيت مريح، وانا مستعد امن لك كل شيء اذا بتريد. يا بيك نحن صحيح فقراء بس كرامتنا فوق كل شيء. هذا موقفكم؟ طيب انا حاولت انصحكم مثل ما بتريدوا بس رح تندموا. على كل بعد معك وقت تفكر في الموضوع ورجع جاوبني يا فوزي. ساعة ما فلوا انت معصبة من جوا وعم تاكلي حالك. صراحة انا بحبه بس ما بدي يكون عم سبب له مشاكل مع عائلته. لا يا امي لا من اجل، طمني حبيبتي، هو من الاساس ما بينطاق مع بيو والعالم كلها بتعرف هالشغلة. معقول يكون بده يتزوج قمر حتى يأهلهم وينتقم منهم؟ لا مش رح يخاطر بحياته وبمستقبله مشان تيقهر بيو بس. هلا يمكن قمر اجت بالوقت المناسب بس انا احساسي بيقول انه هو بحاجه لقمر اكثر ما هي بحاجه لإله. مزبوط، هو كمان هيك قال لي، قال لي انا بحاجه لحنان، بحاجه لحب. كرميل هيك حبيك وتعلق فيكي وبده يتزوجك، ومن دون ما يرضوا اهله مش فرقان معه، بدو يكون حدك دايما وضد الكل. ستي انا في شي بقلبي من جوا بيقول لي كمان هيك. إيه طيب خلاص شيلي لنا هالتعصيب وهالابتسامة، رجعي لها اياها على وشك. يلا وين راح هيدا هلا؟ ما عاد يعرف يرجع، وترني. لك هلا بيجي شو قصتك انت؟ يعني صار لك سنين ناطره لحتى تحبلي، وراح تروح الولد من ورا انت في حالتك البلا طعمه. بشرفك جنين، مش قادره هدي حالي، تركيني. شو بك حياتي؟ وين كنت تاخرت؟ كنت عند الست قمر. حاولت اقنعها وانا ستة وجدة الانتقال لضيعة بعيدة مقابل مبلغ من المال. ايه وشو قبله؟ هيئتها اعند من ابني، معلقة فيه وما شايفة غيره بالدنيا. ولك هودي ناس وسخين،
مصلحجية، عارفين كتير منيح شو عم يعملوا. صحيح. يا جماعة أنا مش قادرة صدق إنه جهاد رح يتجوز من وحدة شحاتة. ابني مستعد يعمل أي شيء تيتهم مني. بعده لهلا بيتهمني موت أمه. ما في غير حل واحد، نقسم البيت اسمه اسم هن بيعيشوا فيه ونحن بنعيش بالاسم التاني. يعني شو هالحل سعيد؟ ما رح نضل نتلاقى فيهم. وهالحالة جهاد رح يعمل المستحيل حتى يزعجكم. مع حق جنين، هو وقح وهي أوقح منه، رح يتفقوا علينا لحتى يضلوا يزعجونا. والحل؟ أنا رأيي ما تعيرون أهمية. كيف يعني ما نعيرون أهمية؟ ما فهمت. تجاهلوا، ما تحققوا له مبتغاه وهو اللي راح يكون الخسران، بس يلاقي حاله صار باخر الطريق مع وحده وسخه اللي صارت مرته. معه يمكن هيك بيترك، ويمكن هيك يتعلق فيها. ما في شيء بيجمعوا فيها. الله يصبرنا على هالوضع اللي نحن فيه. بعدني عم فكر انك ما طلعت كل النهار علي. طب خلص كم شغله، جبت لك كتاب وجبت لك فستان عرس. جهاد هول كلهم الي؟ جربين وبس نتجوز رح امل لك كل شيء، مش رح تعوزي شيء ابدا. بحبك. اخر وقت لازم اروح. لا خليك شوي، جاي الايام حياتي، جاي الايام. انت بس لبستي ثيابك انبسطي فيهم، اذا مش عاجبك شيء انا ببدلهم كلهم قبل السبت. ليش السبت؟ ليش السبت؟ لانه السبت نهار عرسنا. عرسنا؟ هذا السبت؟ ايه. بس مش بكير شوي؟ كيف بدي الحق اضبط حالي؟ كل شيء جاهز، كل شيء حاضر، مش رح اعمل عرس كبير لانه بتعرف الوضع. لك انا لا بهمني لا طني ولا رني، انا بس بدي اكون معك. لا 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 بتشدي. رح عايشك أميرة، حياتنا كلها رح تتغير. غريب غريب كيف القلب بيهتف إلها كأنه من مد بيعرفها، وهي غريبة لكن قريبة، يا هل ترى هيدا نصيبي. غريب غريب
لأنه من مد بيعرفها وهي غريبة لكن قريبة يا هل ترى هيدا نصيبي مثل القمر مثل القمر قدام هذا أبو البشر منا حدا ما في حدا مشتركي بقلبه أسر مثل القمر مثل القمر قدام هذا أبو البشر منا حدا وما في حدا مشتركي بقلبه أسر